على حياه الام. استاذه مها، ايه رايك في دعوات المطالبه بالاجهاض الامن؟ وليه بترفضي الدعوات دي؟ طيب يعني خليني اقول ان انا هكمل من المنطقه اللي اتكلمت فيها صديقتي الجميله استاذه جانيت، اللي هي ليها علاقه بفكره الحق في الحياه. ما هو كمان الطفل ده له الحق في الحياه بالمناسبه، يعني فين حقه؟ هي قالت ان هو في الاربع شهور الاولى ما بيبقاش فيه يعني تمام، خلينا نتفق انه الاربع شهور الاولى، ولكن بما يتفق مع المصلحه الفضله للطفل. بمعنى انه انا هنا مش هتكلم عن النساء، ولو ان هم اليوم طبعا حق في الحياه، لكن هتكلم عن طرف ثالث هو الاضعف، لانه احنا عندنا الطرف الاول طبعا اللي هو الاب، فهتكلم عن طرف ثالث اللي هو الاضعف اللي هو الطفل، وان هو الاولى بحمايته وحمايه مصلحته. بمعنى انه اذا عندنا طفل غير مرغوب فيه عشان الاب والام مش فاضيين مثلا، ولكن في علاقه زواج، علاقه الزواج دي سواء كانت يعني معلنه او مش معلنه، تعال نحمل صاحب المسؤوليه مسؤوليته. يعني اذا في زواج مثلا عرفي ومش عايزين المجتمع يعرفه هذا الزواج، وانه في الاخر في طفل سواء كان اربع شهور خمس شهور سواء كان الحمل في اوله، لا، هنا لابد ان احنا نحمل الاب والام مسؤوليتهم في ان في طفل لابد ان يكون موجود للحياه، وبالتالي اعلان هذا الزواج. وخلينا نقول مهم جدا في الحاله دي. طب ما تقولي لي القانون بيعاقب على جريمه الاجهاض ازاي؟ يعني ايه العقوبه اللي بيفرضها القانون؟ هو طبعا عندنا عقوبه الحبس اللي هي عندنا من اول ساعه لحد 3 سنين، يعني هي دي العقوبه الموجوده في حاله الاجهاض سواء كان بواسطه الغير او سواء كان الام نفسها. ده في حاله ما هو كده جنحه. اه طبعا جنحه يا فندم. في امتى يكون جنايه؟ الجنايه دي في حاله تانية، انه يكون في استخدم فيها العنف في الاجهاض، سواء كان عن طريق حد له علاقه بالتفاصيل الفنيه، يعني طبيب او صيدلي او غيره، او سواء كان عن طريق الزوج، ومش متصور ان يكون من الام ان هي مارست العنف على نفسها عشان تعمل. عقوبه الطبيب هنا بتكون قد ايه؟ او الدايه او الممرض او المسعف، الشخص اللي بيتدخل. طبعا خلينا نقول الجنايه، الجنايه بقى حسب الاثار المترتبه على ذلك، يعني لو اودت بالحياه ممكن توصل، وطبعا هنا كان العمد ممكن توصل هنا للاعدام باعتبار ان ده قتل عمد. طيب هل يا ترى